في الموروث عندنا كده الثقافي والاجتماعي بيقول لك ان السمنه ديت وراثه، فدي معلومه علميه فعلا ولا ممكن تبقى والدتي او عيلتي عندهم سمنه وانا ما عنديش، وممكن يكون العكس هم رفيعين جدا وانا ما عنديش؟ هو في جزء منها فعلا وراثي، يعني في جزء بسيط جدا وراثي. بس خلينا نتفق، انا دلوقتي لو طفل بيتربى في بيت الاب والام عاداتهم الغذائيه غير صحيحه، وما بيمارسوش رياضه، وما مش مهتمين باكلهم ولا بنومهم ولا بالميه ولا بالحاجات اللي هي الاساسيه علشان نمشي في طريق الحياه الصحيه، فاكيد الطفل ده هيطلع عنده مشكله، سواء بقى زياده وزن او سمنه. فهو الجزء الوراثي مش هو الأساسي في موضوع زيادة الوزن والسمنة للأطفال، هو عامل بس ليس العامل الأساسي. بس هو عامل مؤكد، عامل مؤكد ولا موجود، هو ممكن موجود. يخلف؟ اللي احنا بنشوف يعني ان اسر بيكونوا مش تخان وولادهم تخان والعكس صحيح، هو موجود بس هو مش الأساسي في ومش السمنة، ثابت، مش ومش شرط ان ثابت. هو لازم بالظبط يكون، بس هو بالظبط، ممكن يكون موجود ممكن في ممكن حالات كتير. بالظبط. طيب امتى يعني امتى اتابع وزن طفل ابتداء من عمر قد ايه، وامتى واوزنه كل قد ايه، وامتى الرقم اللي يوصل ليه اقول بقى ده كده سمنه او كده احنا عندنا مشكله؟ هو احنا بنبتدي المفروض ان الام بتتابع مع دكتور الاطفال اول ما الطفل بيتولد، وهو بيبتدي يتابع معاه لحد سن معين، هل وزنه وطوله مناسبين فعلا ليه ولا لا. من الحاجات يعني اللي الام بتاخد بالها منها، ده من اول يوم دكتور الاطفال ده صح؟ من اه اول ده من يوم اول يوم ممكن دكتور يعني احنا الاطفال، بنفضل نوزن كده باستمرار على طول؟ على كل زيارة، او على حسب بقى الزيارات دي، بتكون زيارة كل شهر كل شهرين، بس احنا بنبتدي نتشك عشان نعرف الطول ده مناسب ولا لا. بعد سن معين خلاص دكتور الاطفال ما يعني مش بنروح له زي في الاول، يعني في الاول بيبقى بصفه دوريه اكتر. بعد كده احنا بنبتدي الام هي اللي بتبتدي تلاحظ، يعني الام لازم تبقى عندها وعي، او يبقى يعني عينيها حاضره او تبقى صاحيه في الموضوع ده جامد جدا، ان هي لو لقت مقاسات الطفل بيلبس مقاسات غير مقاساته، فمعنى كده ان هو وزنه مش مناسب لسنه. قصدك المقاسات بالظبط الستاندرد الثابته بالظبط اللي في المحلات، بالظبط لو هو كده لبس السن 4 سنين وهو مثلا عنده 4 سنين فبتضطر تلبسه 6 أو 7، فهو كده احنا عندنا مشكله. يبقى كده في مشكلة. بس من قبل يعني من قبل اللبس نوزن على الميزان تفتكري في البيت او حاجه ولا يعني ايه؟ قبل 5 سنين ما بنفضلش نعمل الموضوع ده، لان هو اوكي لسه صغير، فانا مش هدخله في حتة الميزان وان هو لازم يتوزن، لان انا مش عايزة برضو اربط الاطفال عندهم حتة برضو دي نفسية، ودي حتة مهمة جدا. في اهالي بتتعامل مع الدايت للطفل انه عقاب، او ان انت تخين وتقعد بقى تقول كلام صعب جدا ان هو يتقال لطفل صغير بالفكر او السن بتاعه، بتقعد تقول له كلام، فهو الولد يا عيني بيبقى عنده خلاص انا دايت ده واستحالة، انا لا انا مش هعمل الكلام ده ولا ادخل، يعني خلاص انا مش هخش في القصة دي، خصوصا لو الاب والام كانوا ماشيين في دايت وفشلوا في القصة دي. فانا ما دخلش الطفل اقل من 5 سنين في فكرة الميزان والوزن، بس لو لاحظت ان وزنه، يعني هي الام برضو هي العامل على الام والاب، هم لازم يتراكوا الموضوع ده، يعملوا تراكنج للوزن لشكله، هل مثلا وزنه اختلف في بعد ال5 سنين، هل زاد في الوزن، هل في مشكلة حصلت في التنفس في حركته، يعني لازم. دي بقى اللي هي العلامات الإنذار الأولانية بالظبط اللي احنا هناخد بالظبط بالنا منها، بالظبط، حركته قلت، حركته قلت، مقاس لبسه، مقاس لبسه، نفسه. نفسه، بيشتكي من عظمه، عنده خمول مش قادر يقوم من مكانه، عنده مشاكل دايما في التركيز، مش بيركز زي زمايله. كل العوامل دي كلها بتخلينا ان احنا لازم ناخد وقفة كده ونعرف ان اكيد في حاجة غلط في الاكل، اللي هو طريقة الاكل اللي بتوصل للطفل، اكيد هو مش بياخد كل العناصر الغذائية اللي جسمه محتاجها.